أهلا وسهلا، رسالة سريعة كده للأحداث الحاصلة داخل السودان. الشباب العايشين داخل السودان أو خارج السودان المتواجدين في الميديا وجارين معركة حقت صدام ومعارك وبيخسروا في بعض وبيسيئوا لبعض، شباب استكينوا استكانة كاملة وثابتة يا ناس. دي معارك سياسية يا ناس، بكرة حتنتهي. اوكي، بكره حتنتهي الغاده حق الدعم السريع او الغاده حق الجيش، هيقعدوا مع بعض ويعملوا اتفاق سلام ويضحكوا من جديد. نحن حنكون خسرنا اخواننا، خسرنا بيوتنا، خسرنا ممتلكاتنا، وخسرنا اصحابنا. افهم يا اخي العزيز، انا ما معناها الغي كل الحاجه اللي قاعد تعمل فيه ويتسامح مع الكل وحاجه دي، لكن ما تخسر لك زول عزيز عشان تيجي تمشي تدافع عن واحد سياسي بيخدم مصالحه السياسيه الشخصيه. وقت الثورة قامت كانت الهدف منها إلغاء نظام الكيزان وإثبات حكومة مدنية. اليوم انت لا عندك حكومة مدنية ولا حاجة. الحاجة السمحة والضرورية اللي انت لازم تعرفها انه الناس اللي قاعدين في السلطة اليوم يمثلون جزء من النظام السابق. على اي حال، نحن نتمنى انه الاحداث تمر بسرعة ويعود الامن والسلام والاستقرار للوطن ونعود سالمين للاهل والاصحاب.